كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس.
فرج الخيمة شو عملوا لها علم المرة الأولى كالرجالة ما زلت تطرح نحن هنا أنا جيناك في نهار خليناك ستة شهور جيناك في نهار فضيناك ومازال ما شفتي شيء نحن هنا شنو تعليقك على فضل اعتصام زيد عبيد؟ لا ما تفضلش الاعتصام مازال متواصل. ترش مدام عبيد. هبط الترش باش نحكي. ترش هبط الترش باش نجم نشوف في الترش. الاعتصام مازال متواصل. ما تفضلش الاعتصام متواصل والخيمات موجودة وبيت أنا لهنا والنواب اللي توا ضربوا ومشاو في الأمبيلونس. عمك على المناوشات اللي نشوفوهم. ربي ما كان باش تحكي لي بمنطق مناوشات عايش خويا ما نجاوبكش. كان هذا كل كملنا في شنو مسير الاعتصام متواصل الاعتصام متواصل فضحناهم فضحنا بندية البرلمان هما اللي مخبيين الوكر هذا شنو اللي صار اليوم الليلة شنو اللي صار الليلة صارت انتهاكات حقوق الإنسان الكل اليوم صار الضرب صار الغاز صار الاعتداء علينا الكل كلنا مضروبين الكلنا بالغاز الكل نوابه هاكم توا في الامبولانس دكتور الحسني مناضلين ومناضلات الحزب اعتدوا على النساء ضربوا النساء باش تفهموا ضربوا النساء كل شيء موثق هاكا سي الشيبي هذاك شاهد الزور خرجوا الجبال خرجوا الجبال خرجوا الجلدين خرجوا الجلدين خرجوا الجلدين